الكثير من العلماء ظهروا عبر التاريخ، والكثير منهم سطع نجمهم وبقيت ذكراهم حاضرة رغم مرور مئات السنين على وفاتهم. والسبب في ذلك يعود إلى ما قدمه هؤلاء الشخصيات للبشرية ودورهم الكبير في تطوير الفكر الإنساني وما تركوه من إنجازات ساهمت في تقدم الحضارة الإنسانية. وأحد أبرز هؤلاء العلماء هو ألبرت أينشتاين. ألبرت أينشتاين فيزيائي ألماني حائز على جائزة نوبل وأحد أكثر المؤثرين في علم الفيزياء في القرن العشرين. يعود له الفضل بوضع نظريتي النسبية العامة والخاصة. ولد ألبرت أينشتاين في مدينة أولم الألمانية في 14 مارس 1879 لأسرة يهودية غير متدينة. والده هيرمان كان مهندسا وبائعا، أسس مع شقيقه شركة لصناعة المعدات الكهربائية في ميونخ، كما عملت أم ألبرت بولين كوخ معهما في إدارة الورشة. تأخر أينشتاين طفل في النطق حتى الثالثة من عمره، لكنه أبدى شغفا كبيرا بالطبيعة ومقدرة على إدراك المفاهيم الرياضية الصعبة. وعلى الرغم من أنه كان يهوديا فقد دخل أينشتاين مدرسة إعدادية كاثوليكية وتلقى دروسا في العزف على آلة الكمان، إذ استعمل الموسيقى كوسيلة للاسترخاء. ولقد عزف طيلة حياته حتى توقف كفه الأيمن عن الحركة بالسرعة والدقة المطلوبتين عندما أصبح عجوزا. في الخامسة من عمره أعطاه أبوه بوصلة، وقد أدرك حينها أن ثمة قوة في الفضاء تقوم بالتأثير على إبرة البوصلة وتقوم بتحريكها. درس المرحلة الابتدائية في ميونخ، إلا أنه لم يتأقلم أبدا مع المنهاج الدراسي الجامد، كما لم ترق له دراسة العلوم الإنسانية أبدا، وواجه صعوبات كبيرة في الكتابة، إذ يعتقد أنه كان يعاني من عسر القراءة المرضي المعروف بالديسلكسيا. في ذلك الزمن لم تكن هذه الحالة تخضع للفحص والتشخيص، وحسب شقيقته فإن أحد مدرسي اللغات وبخه في أحد الأيام وقال له إنه لن يصبح شيئا في حياته. لكن أينشتاين برع دائما في الرياضيات والفيزياء منذ صغره، حيث وصل إلى مستوى في الرياضيات يفوق أقرانه بسنوات. وتعلم أينشتاين بنفسه وهو لا يزال في الثانية عشر علمي الجبر والهندسة الإقليدية خلال فترة صيف واحد. يقول مدرس العائلة ماكس تيلمود والشهير بتيلمي أنه بعد أن أعطى أينشتاين البالغ من العمر 12 عاما كتابا مدرسيا في الهندسة، فإذا به يلم ما بما في الكتاب خلال فترة قصيرة ليكرس أينشتاين نفسه لاحقا للرياضيات المتقدمة. تلك العبقرية الرياضية العالية جدا التي وصل لها أينشتاين جعلت من الصعب على تيلمي القدرة على تدريسه. شغف أينشتاين وهو لما يزال في الثانية عشر بالهندسة والجبر أوصلته إلى قناعة ذاتية بأنه يمكن فهم الطبيعة على أنها بناء رياضي. بدأ أينشتاين بتدريس نفسه حساب التفاضل والتكامل في الثانية عشر من عمره، ويقول عن نفسه أنه أتقن مسائل التفاضل والتكامل في 14 من عمره. انتقل والده هيرمان أينشتاين رفقة العائلة إلى ميلان في إيطاليا بعد أن خسر أعماله، تاركا ابنه ألبرت عند أقاربه في ميونخ من أجل إكمال الدراسة. استغل أينشتاين ابن الفرصة السانحة للانسحاب من المدرسة في ميونخ التي كره فيها النظام الصارم والروح الخانقة، وأمضى بعدها أينشتاين سنة مع والديه في مدينة ميلانو حتى تبين أنه من الواجب عليه تحديد طريقه في الحياة، فأنهى دراسته الثانوية في مدينة أراو السويسرية، وتقدم بعدها إلى امتحانات المعهد الاتحاد السويسري للتقنية في زيوريخ عام 1895. وقد أحب أينشتاين طرق التدريس فيه، وكان كثيرا ما يقتطع من وقته ليدرس الفيزياء بمفرده أو ليعزف على كمانه، إلى أن اجتاز الامتحانات وتخرج في عام 1900، لكن مدرسيه لم يرشحوه للدخول إلى الجامعة. بعد رسوب أينشتاين في امتحان الدخول إلى الجامعة اضطر للعمل ككاتب بسيط في أحد المكاتب الخاصة ببراءة الاختراع، لكنه استغل الفرصة والوقت الكافي لتطوير وتوسيع أفكاره ونظريته حول ما عرف لاحقا بالنظرية النسبية الشهيرة. كان أينشتاين قد تنازل عن جنسيته الألمانية في عام 1896 حتى لا يؤدي الخدمة العسكرية التي كان يكره أداءها بشدة، مما جعله بلا هوية إثبات شخصية أو انتماء لأي بلد معين. وفي العام 1898 التقى أينشتاين بميلفا ماريك زميلته الصربية على مقاعد الدراسة ووقع في غرامها، وكان في فترة الدراسة يتناقش مع أصدقائه المقربين في المواضيع العلمية. وبعد تخرجه في عام 1900 عمل أينشتاين مدرسا بديلا، وفي العام الذي يليه حصل على حق المواطنة السويسرية،
ورزق بطفلة غير شرعية من صديقته سمياها ليسريل في يناير من عام 1901، وبعد ذلك أتم مراسم الزواج. تمكن من الحصول على شهادة الدكتوراه في عام 1905 من جامعة زيورخ، وكان موضوع الرسالة يدور حول أبعاد الجزيئات. وفي العام نفسه كتب إينشتاين 4 مقالات علمية دون الرجوع للكثير من المراجع العلمية أو التشاور مع زملائه الأكاديميين، وتعتبر هذه المقالات العلمية اللبنة الأولى للفيزياء الحديثة التي نعرفها اليوم. عرف إينشتاين بأبي النسبية، تلك النظرية التي هزت العالم من الجانب العلمي، إلا أن جائزة نوبل منحت له في مجال آخر هو المفعول الكهروضوئي. في عام 1906 ترقى إينشتاين في السلم الوظيفي، وفي عام 1908 منح إجازة لإلقاء الدروس والمحاضرات من بيرن في سويسرا، وولد الطفل الثاني لإينشتاين الذي سمي إدوارد في 28 من يوليو جويليا عام 1910. كان الزواج قد توتر منذ عام 1912، حيث بدأ إينشتاين بالتحدث مع ابنة عمه إلسا، حيث بدأوا بالمراسلات العادية. وبعد فترة وجيزة من استقرار في برلين، فرض إينشتاين شروطا قاسية على زوجته ميلفا، إذ كانت ستبقى معه في برلين. في عام 1914 أعادت الأولاد إلى زيورخ، وبدأت إجراءات الطلاق بعد المعاملة القاسية من ألبرت لها. وقد التزم إينشتاين بشكل قانوني بإرسال مبلغ سنوي قدره 5600 رايخ. وبعد 5 سنوات من فترة الانفصال المطلوبة، انفصل الزوجان رسميا، وطلق إينشتاين زوجته ميلفا في 14 من فبراير فيفري عام 1919، وتزوج بعدها من ابنة عمه إلسا إينشتاين التي تكبره ب3 سنوات في 2 يونيو جوان عام 1919. لا أحد يعلم حتى هذه الساعة شيئا عن مصير طفلة إينشتاين الأولى غير الشرعية من زوجته ميلفا، إذ يعتقد البعض أنها ماتت في فترة الرضاعة، والبعض الآخر أن والديها أعطياها لمن لا أولاد له للتبني. أما بالنسبة لأولاد إينشتاين، فقد أصيب إدوارد بمرض انفصام الشخصية، ومات فيما بعد في المصح العقلي الذي تولى علاجه ورعايته. أما هانز فقد كان مهندسا هيدروليكيا ولديه بحث عن نقل الرواسب، انتقل لولاية كاليفورنيا الأمريكية للعيش فيها، ثم أصبح أستاذا في الجامعة، وكانت اتصالاته مع والده محدودة جدا. في عام 1914 وقبيل الحرب العالمية الأولى، استقر إينشتاين في مدينة برلين ألمانيا. بعدها بسنوات، بينما كان إينشتاين يسافر متحدثا عن نظرياته، الحزب النازي بقيادة أدولف هتلر يستولي على السلطة في ألمانيا، معتمدا على الدعاية التحريضية والعنف ومستفيدا من حالة الإحباط في البلاد بعد خسارة الحرب العالمية الأولى. ولقد استطاع الحزب النازي أن يؤثر على العديد من العلماء الذين سموا أعمال إينشتاين بالفيزياء اليهودية، وأدى التحريض إلى طرد المواطنين اليهود من الجامعات والمناصب الحكومية، حتى أن إينشتاين نفسه كان هدف للقتل. وفي أوائل ثلاثينيات القرن الماضي حصل إينشتاين على عمل في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد اتهمه الرايخ الثالث بالخيانة، كما قام الطلبة النازيون بإحراق كتبه. ورغم قيام إينشتاين بمساعدة العديد من اليهود على الفرار من ألمانيا النازية، لم يكن مرتاحا تماما لمغادرة مسقط رأسه. فقد كتب في رسالة: أشعر بالعار تقريبا للعيش في سلام بينما يعاني الآخرون. تحصل إينشتاين على منصب في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون نيوجيرسي بأمريكا سنة 1933، حيث سيقضي بقية حياته، ولم يعد إلى ألمانيا بلده الأصلي أبدا. كما أن العديد من العلماء الأوروبيين هاجروا إلى الولايات المتحدة هربا من التهديد النازي لأوروبا، وأبدوا مخاوفهم من سعي ألمانيا النازية لصنع السلاح النووي. ففي عام 1939 كتب إينشتاين وصديقه الفيزيائي ليو زيلارد رسالة إلى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، يحذرونه فيها من سعي ألمانيا الهتلرية لامتلاك قنبلة نووية، ومحفزين الولايات المتحدة الأمريكية على امتلاك السلاح النووي، وهو ما دفع الولايات المتحدة فيما بعد لبدء مشروع منهاتن الشهير. ورغم ذلك لم يشارك ألبرت بشكل مباشر في هذا المشروع نظرا لكرهه للحروب. عبر إينشتاين عن أسفه وندمه على كتابة ذلك الخطاب لروزفلت فيما بعد، ولكنه برر موقفه بأنه كان يخاف من نجاح الحزب النازي في الحصول على القنبلة النووية قبلهم، وما كان سيشكله هذا من خطر على أوروبا والعالم. وفي عام 1947 صرح إينشتاين لمجلة نيوزويك قائلا: هل كنت أعرف بأن علماء ألمانيا لن ينجحوا في صناعة القنبلة الذرية؟ لو كنت أعرف ذلك لما كنت وقعت الخطاب.
ساهم خلال الحرب العالمية الثانية بتبرعات مالية للبحرية الأمريكية من خلال بيع مخطوطات له تساوي الملايين بالمزاد العلني. تحصل على الجنسية الأمريكية فيما بعد، كما دعم ملوني البشرة أو السود، حيث رأى تشابها كبيرا بين معاملة اليهود في ألمانيا النازية ومعاملة الأمريكيين البيض للأمريكيين السود في الولايات المتحدة الأمريكية، واصفا التمييز العنصري بالمرض، وذلك في خطاب له بجامعة لينكولن عام 1946. عرضت الحكومة الإسرائيلية على أينشتاين منصب رئيس الدولة في العام 1952 مع منحه كامل الحرية لمواصلة عمله العلمي، لكن أينشتاين رفض هذا العرض الإسرائيلي. وقد صرح في خطاب يعود له عام 1938 بعنوان واجبنا نحو الصهيونية قائلا: يجب على اليهود أن يعقدوا اتفاقا مع العرب لكي يستطيعوا العيش معا في سلام بدلا من تكوينهم مجتمعا يهوديا عنصريا. إن إدراكي للطبيعة الجوهرية لليهودية يقاوم فكرة قيام دولة يهودية ذات حدود، ويرفض تماما فكرة طرد الفلسطينيين من أرضهم لإقامة أمتنا. كانت وجهة نظر أينشتاين سياسية لصالح الاشتراكية وانتقاد للرأسمالية التي شرحها في مقالته مثل لماذا الاشتراكية، ودعا بقوة لفكرة قيام حكومة عالمية ديمقراطية في إطار اتحاد عالمي. بسبب ذلك أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي ملفا سريا عن أينشتاين في عام 1932، وبحلول وقت وفاته كان ملف مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص به يبلغ 1427 صفحة. وفي نهاية حياته اتهمته المخابرات الأمريكية بالميول للشيوعية لأنه قال كلاما ينتقد فيه النظام الرأسمالي الذي لم يكن يغوق له. كما تأثر أينشتاين بعمق من المهاتما غاندي، اتبادل رسائل مكتوبة مع غاندي ووصفه بأنه قدوة للأجيال القادمة. كان أينشتاين عازفا ماهرا على الكمان ويكره ارتداء الجوارب بشدة، كما يحب الإبحار وقيادة القوارب. تحدث أينشتاين عن وجهة نظره الروحية في مجموعة واسعة من الكتابات والمقالات الأصلية، إذ أنه كان متعاطفا مع وحدوية الإله الغير شخصي وفقا لفلسفة سبينوزا، كما أنه لا يؤمن بإله شخصي يهتم بمصير وأعمال البشر، وهو رأي وصفه بالسذاجة. إلا أنه أوضح أنه ليس ملحدا، مفضلا أن يطلق على نفسه لا أدريا أو ربوبيا. عندما سئل عما إذا كان يعتقد في الحياة الآخرة، أجاب أينشتاين: لا، وحياة واحدة تكفيني. في 17 من نيسان أبريل عام 1955 عانى أينشتاين من تمدد الأوعية الدموية وأدخل المركز الطبي لجامعة برينستون، إلا أنه رفض إجراء الجراحة مؤمنا بأنه عاش حياته ولابد له من تقبل قدره، حيث قال: أريد الموت حين أقرر ذلك، لقد أديت دوري في الحياة ولا نفع من إطالتها بشكل مصطنع، لذلك سأرحل بلا بقى. توفي في 18 من إبريل عام 1955 وحرق جثمانه في مدينة ترينتون في ولاية نيوجيرسي، ونطر رماده في مكان غير معروف، وحفظ دماغ العالم أينشتاين في جرة عند الطبيب الشرعي توماس هارفي الذي قام بتشريح جثته بعد موته، وكان سبب الوفاة تمدد في الشريان الأورطي. قام علماء بتشريح دماغ أينشتاين وقياس أبعاده ووزنه، كما أرسلت عينات منه إلى مختبرات في شتى أنحاء العالم، وتوصلت بعض البحوث إلى أن دماغ أينشتاين تميز بخلايا عصبية مرصوصة بشكل غير طبيعي، الأمر الذي أتاح له التعامل مع المعلومات بشكل أسرع من سواه، كما أن المناطق في مخه المسؤولة عن إدراك المكان والتفكير الرياضي أكبر من الحجم الطبيعي. ويحتفظ أحد المتاحف في نيوجيرسي الأمريكية بمعظم ما تبقى من دماغ العالم الأسطوري.